أنا عادل حميد شيخان من محافظة صلاح الدين نازح في إقليم كردستان العراق. أنا من 2014 نزحت للإقليم بعد دخول الفئات المسلحة إلى منطقة صلاح الدين، فنزحت كل العوائل، فأنا من ضمن العوائل نزحت من 2014 لحد هذه اللحظة. أنا نازح حاليا ساكن بسليمانية، فما عندنا إحنا ما عندي بيت حتى أرجع عليه، باقي بالإقليم عايش والحمد لله والشكر. احنا هنا نقول امان. والله يعني عام النظافة من نزحت من 2014، نزحت 2014 اشتغل بشركة اشكار عام النظافة، اشتغل لحد هاي اللحظة اشتغل عام النظافة. وهسه حاليا الظروف صارت شويه صعبه لان ما ينطونا رواتب، تاخروا الرواتب صار تقريبا 3 اشهر رواتب ما انطونا. فعندي اني 7 اطفال، عائلتي 7 وانا زوجتي والدتي 10 نفرات، اني قاعد ايجار هذا البيت، اني قاعد ب 125000 دينار، وعندي اطفالي صغار ادسهم يبيعون بالصيف، يبيعون مي وبعدين هسه حاليا يبيعون على ليك بيش العلاقة 250 دينار، يجمعوا لي 4000 5000 دينار اجمعهن حتى انطيهن ايجار. اي مساعدات ما تلقيناها من الحكومة العراقية، احنا كساكنين بإقليم كردستان العراق مو بالمخيمات، ساكنين بالسليمانية، ما يعني ما ساعدونا نهائيا، فندبر عيشتنا شلون ما كان. بيت ما عندي، بيتي راح تفلش صار تراب، عندي ولدي صغير يبيع، مثلا عنده صديق كردي يشتغل وياه يبيع جناط ينطيه 3000 دينار يوميا، يجي كروه 500 بالباص يبغى 2500. اي والحمد لله والشكر. عندك ايجار 125، عندك مولد هذا الشهر 30000 دينار وذاك الشهر 27000 دينار، يعني حيل حيل يعني الامور صعبه حيل. حكومتك اللي هي موجوده ببغداد المفروض هي تساعدنا احنا اللي ساكنين خاصه بس اليونانيه، المفروض يساعدونا، المفروض وزاره الهجره والمهجرين يعني ينطونا مساعدات، يدفعونا مثلا مبالغ شهريه، ماكو. بال 2017 انطونا يمكن مره 240000 دينار ولحد هذه اللحظه ما انطونا 1000 دينار. يا بلاش يقول انتم الساكنين، انتم اللي ساكنين بس يماني ايجار، انتم حالتكم زينه. انا عندي والدتي مريضه الله شاهد عليها، سويت عمليه مال قده سامه، سويت مناشده على الفيسبوك، انا سويت مناشده على الفيسبوك طالبت من الناس الخيرين اللي هم بالمخيم او عشيرتي او عمامي يساعدوني مبلغ حتى اجري لها عمليه، عمليتها 1.5 مليون ما عدا المصاريف مال العلاجات، وسويت والدتي عمليه تعاني من عجز في القلب، اخذ لها علاج الله شاهد، واخذ لها علاج مال السكر وضغط، وعندها هشاشه عظم، يعني هسه عندي السجل مالها تراجع البغداد يضربونها ابره كالسيوم، ضربوها ابره مال كالسيوم ظلت 6 اشهر لا تاكل ولا تشرب، حولناها لربيل. يعني الحمد لله والشكر اكو ناس ساعدتنا، مجمع مبلغ 1.5 مليون، وهاي قبل تقريبا 3 اشهر انا سويت عمليه. بعد ما سويت عمليه اني عامل نظافه شلت حاويه بها ورق مال شجره بل اثناء المطر، فحسيت اكو صار عندي الم بصفحتي، فلما جيت للبيت قلت لزوجتي قلت صار عندي الم، فمن طبيت سبحت الحمام دحجت هاي شلون يعني شيء منتفخ داخل بطني، فمباشرة اتجهت وين؟ المستشفى شار، مرت المستشفى مال شار فحصني الدكتور قال لي عندك فتق صاير شايل شيء ثقيل، قلت له اي نعم، قال لازم تجري عملية، العملية تكلف 1.2 مليون. اي بعدين انا سويت مناشدة مرة ثانية فساعدني الرجل نفسه هو استاذ محمود ابراهيم جاسم الحشماوي الله يوفقه ان شاء الله، هم ساعدني مبلغ 1 مليون،
وقدرت انا اسوي العمليه والحمد لله والشكر. هاي حالتنا احنا كنازحين يعني، الحمد لله والشكر عايشين على الله سبحانه وتعالى. وبعض يعني مرات في شهر رمضان اكو ناس يعني طيبين خيرين، يجيب لك مثلا علاقه مال مساعدات، تمن دهن شكر، والحمد لله. جوع المحافظه صلاح الدين هي منطقتي، صار تقريبا 2014 انا نزحت من عندها. فاني حالتي الماديه يعني تعبانه، كنت عايش بغرفه مالت لبن، احنا نقول غرفه مال لبن مال طين انا عايش بيها. فبذاك الوقت انفتحت شركه بسليمانيه مال كومبانيا كلاس، شركه مال عامل نظافه. فجيت اني لسليمانيه اشتغل بهاي الشركه، اظل هنا تقريبا شهر وارجع وين البيتي. قلت حتى اجمع مبلغ ابنى بي بيت. فالحمد لله والشكر يعني جهد امكانيتي قدرت ان ارفع بيت، جيب الشيش وبوب وشبابيك ورفعت البيت اريد اصبه. فبعدين ب 2014 دخل داعش للمحافظه، من دخل عاد انا سويت جبت عيالي وجيت لاقليم كردستان. فبيتي اللي بنيته راح، وبيت اللي كنت قاعد بيه هم راح، هذا بيتين راحن. ما عندي امكانيه، الحجيه تمرضت، ظلت تقريبا 6 شهور لا تاكل ولا تشرب، وكل الناس تدري بيها، وحتى طبت عليها قناه سليمه الجبوري لان تمرضت. كانت هي بالمخيم اخذوها، قلنا خاف يعني تتوفى على مود منا كيم اخويا الكبير ناخذها ندفنها. فسبحان الله طبت قناة سليمة الجبوري، قالوا احنا نقدر نساعدكم، ونشروها على التلفزيون وطلعوها 1000 دينار والله ما انطوها، 1000 دينار والله ما انطوها. العندي اللي شنو نظامهن اريد ابني بيهم بيت، حولتهن ولا الحجية اخذناها الاربيل، كان العلاج يعني حل قالي، وتكلفة المستشفي والسيارة اللي تروح منها الاربيل هم يعني ياخذ لها 150 ألف لهناك. فما قدرت يعني ابنى بيت، ما عندي امكانيه ابنى لحد هاي اللحظه. بعدين النوب تمرضت الحجيه بين فتره وفتره، تقع اجمع المليون مليونين مليون ونص، الله شاهد علي، كل عمامي وقرايبي يدرون بي الحجيه يعني حيل حيل تعبانه. والله يعرف انا وقده وسكر عندي وضغط عندي الله العظيم، وما عندي الله شاهد والقران، حتى اي هذا 15 ألف هسه ما اقدر اشتريه، اي هذا الباكيت طبيب مليونين ونص منكم من الاخر، لميتهن وسويت العمليه، وما عندي هسه انا امكانيه يعني اروح على الدكتور وافحص ومدري شو اسوي، ما اقدر الله. وهذا شهر رمضان علاجي هسه لي للقده وبيش هو ب 5000، هذا حير بعائلة عادل، واني هم حير بالوجع مالي، ما اصخي اقول له انطيني 5000 اخذ علاج، والله ما اقدر، اقول تعبان خطيه ومريض وعائلته كبيره 10 نفرات قليله، قضايا ما عندنا مساعدات والله ماكو، هذا رمضان كله غير مره وحيده علاقه عدسات وجونة. لا ما ينطون، نقول انتو زناقين وساكنين ببيوت والمخيم ما عدهم، بالعكس المخيم هم عدهم ما شاء الله يشتغلون ومساعدات تجيهم، حتى فراش يجيبوا لهم، مبردات اشكال جابوا لهم. اي والله، بس احنا لا والله والله شغلتنا تعبانه والله العظيم، احنا قصية عادل هذا كله تحاليل. اي والله العظيم على كله على 15، اي من عدا العلاج 40-50 العلاج ما شاهد الله. هسه اي هذا باكيت والله ما اقدر اشتري، قلت له دكتور راسي يوجعني على طول راسي، كتب لي هذا ب 15 والله 7 حبابي بروسن 7 بي دسته وحده بالباكيت. هذا مال سكر؟ ايوه هذا مال سكر ومال ضغط ومال، واني انفقد من 83 بحرب ايران راح، اي صار له فوق 50 سنة. هذول عندي 4 جهال، ولد 2 وبنات 2، وقعدت عليهم ما تزوجت. اي والله
ما كبروا وخلفوا وتزوجوا وخير من الله. ظلت عاد ويا عاد القعدة زين علي وقعدت ويا. أنا صبرية محمد تركي من محافظة صلاح الدين، نازحة بكردستان من 2014، ناب سليمانية ساكنين. ما عدنا وحالتنا تعبانة، لو عدنا احنا ما نأجر هذا البيت، نأجر بعد أحسن منه. شوف هالسقوف، شوف هذا السقوف، هذا الدهن ما يرحم، أحجار والله يقع منا هنا، هذا تراب منا من السقف يقع هنا، وما عدنا شو نسوي. الحمد لله والشكر، حسبي الله ونعم الوكيل، ندحق على الله وعلى الجهال. يشتغلونا يروحون على السوق يشتغلونا 2000 3000 يجيبون المنا نطيهن للأجار للمولد. هذا زوجي عنده فقرات، عمتي مريضة، شو نسوي؟ الحمد لله والشكر، يلا نلمهن نجيبهن أجار ننطيهن. احنا الجهال 2000 3000 نلمهن راس الشهر ننطيهن لبلا أجار. هاي الحمد لله والشكر، شو نسوي؟ لاكو منظمة تدعمنا، لاكو أي شي ماكو. والله أني بوقت اللي نزحت جيت قعدت بكان سبيكة، قعدت ببيت السماء والطارق ما بشي، كان بوقتها الجو بارد حيل بارد. فعندي والدتي تمرضت وأنا جاي جديد، ملابس ما عدنا، يعني أي شيء ناكله ناكله ما عدنا، وما نعرف أحد، يعني نازلنا يعني شلون الناس قربه. ووالدتي تمرضت الله شاهد، يعني بتشينا بتشي مو طبيعي، لا عدنا فلوس لا عدنا ملابس لا عدنا فراش لا عدنا أكل لا عدنا شرب. بغينا على الحالة تقريبا 3 أيام 4 أيام على نفس الحالة، أطلع للعمل عامل نظافة، يعني ألقى مرات ألقى بعض الأخوان الكرد ذابين دوشك بطانية ذابين، يعني ما يريدونه، أخذه بدون ما حد يدري أجيبه للبيت. فمرة كردية شافتني كان صيحة قالت ليش تأخذ شلك بيه؟ قلت لها أني نازح حالتي تعبانة وعندي مريض فلوس ما عندي وما عندي إمكانية، ما عندي يعني الله شاهد حصيرة عمتها جواية ما عندي. وبوقتها جينا بطرقة دشداشة عفنا غراضنا شيتنا كله عفناه هناك وجينا، يعني حتى أكل ما عدنا ناكل. فقدرت أن تساعدني بدوشك ببطانية مخدة، وشوية شوية 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 إلى ما الحمد لله والشكر قدرت يعني أتحسن يوم عن يوم والحمد لله. يعني عندي اطفالي يشتغلون بالجامعة الكبير، ف 3 اجوا وبقى واحد. سالتهم قلت لهم عبد الله وين؟ قالوا والله عبد الله بقى بالجامعة الكبير يبيع على ليك. فمن تعشينا سبحان الله حسيت يعني شلون ندبة صارت بقلبي، لان الوالد سبحان الله عنده شعور اذا حدث شيء لابنه، سبحان الله شلون عنده شعور يحس اكو اذيه. فقلت لهم انا يعني ما مطمئن ما مرتاح عبد الله الا صار للشيء. فورا ما تعشينا صار الساعه تقريبا ب8، دق علي رقم قريب مجهول، قال انت وين؟ قلت له والله انا بالبيت. قال ابنك عبد الله وين؟ قلت له عبد الله والله بالجامعه الكبير. قال متاكد؟ قلت له اي متاكد. قال والله ابنك اندعم على الشارع مال هواري شار، ضربته السياره وتوفى. انا من قال لي ما ظل عندي شعور والد. بعدين دحجت قمت توضيت وضوء وصليت ركعتين وجه الله، طلبت من الله سبحانه وتعالى بس يجعل الصبر بقلبي. فطلعت لبست ملابسي طلعت اتمشى منها على الشارع، عبرت السايد مال الشارع الرئيسي على ذيك المنطقه مال كان سبيكر، لقيت الناس مجموعه كراد وعرب. فتلقوني 2 3 من الكراد وياهم نسوان، قالوا انت ابو الولد؟ قلت لهم وياني. قال يابا احنا دعمنا ابنك، احنا سوينا الحادث. قلت لهم هسه ابني وين؟ قالوا ابنك بالمستشفى مال شار. قالوا اصعدوا ويانا
صعدت اني وخاله والله طبينا. الشرطي قال وقت يدون باب المستشفى، قلت له والله ابني مدعوم، وقال ابنك من المغرب اندعم وتوك يلا جيت، قلت له والله ما ادري بيه، كان يشتغل ومن جاء مدعوم وما ادري. فالشخص اللي دعمه ماخذ له صوره رسم ومفطر بالمنطقه مال كان سبيكه، تعرفون هذا الولد؟ قالوا له اي هذا ابن عمنا. اتصلوا علي رحنا ويا اخو الولد اللي دعم وابن عمه، وصلنا المستشفى اطلعوه من الطوارئ ماخذي له نفراز الراسه جمله العصبيه حتى يشوفون الضربه براسه. الدكتور قال لي باقي له ساعتين ابنك يتوفى. اطلعوه يعني متفلش الوليد، اخذناه حطيناه بردها. جو الشرطه مال هريم، مركز هريم مال كان سبيكه، وقفوا يمي. الدكتور الولد اللي دعم نفسي اتهم جابوه، قال انا دعمت الوليد انا امشي. فهو طلع لي يعني ظلمة الدنيا واكو هذا الشجر بالجزره الوسطيه، فعابر يركض من عابر هو ضاربه، من ضاربه شايله ماخذه للمستشفى. جاء الضابط من مركز هريم قال تقيم دعوه على هذا الولد اللي دعمك؟ فمن ده حاجت؟ قلت له استاذ العزيز هو قضاء وقدر، واني كمسلم امن بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، فاكتب بالدعوه اكتب قضاء الله وقدره وعفى الله عما سلف، انا معفي عن هذا الشخص لا اعرفه ولا يعرفني، فانا يعتبر ابني زرع الله سبحانه وتعالى واخذه، وانا معفي عن هذا الشخص امام الله والرسول. وقد نزل عليكم في كتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ. والله لحم ما نقدر نجيب لا مال قنم ولا مال هوش ولا اي شيء، والله إيه يا رمضان كله قضيناه ما حدا كل لحمه. على هذا ان مراتنا يجيب لنا عادل من هناك ينطونهن له ناكلهن، ما مسويهن زين والله ما عندنا امكانيه نجيب خلاص. هذا وراس مال الدجاج حتى نسويهن والله ما الجهال ما ياكلونهن. والله كنت بشق، والله اشتغل يا واحد عامل يم الجامع الكبير، اشتغل يعني اشياء مال البيت يعني هيك يعني صابون واشياء مال البيت، يعني يوميتي 4000 يعني اليوم ما انطاني فلوس، قال على باكر انطاني فلوس. اي يومي 4000 يعني مو يقول لي رمضان وسوق ماكو قليل يعني ناس بالسوق لا ما اروح مدرسه لان شغل ولازم ايجار بيت وايجار فلوس مولده فلوس يعني مصرف للبيت ومن هاي، لو موجود فلوس كان روح مدرسه. عبد الله سير هذه لحظتها الله يسلمك شوف. شنو جمال؟